الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، إن شاء الله في ختام هذه الحلقة أود التعليق على أمر أذيع الأيام دي في الساحة وتناقش فيه الناس في وسائل الإعلام وفي غيرها، وهذا الموضوع يتكلم عن حد الرجم كحد من الحدود الشرعية وعقوبة الزاني المحصن أي المتزوج. والناس تتناقل إنه يغير الحد من الرجم إلى الشنق، القتل بالشنق، وإن كان الأمر في النهاية الحاصل بتاعه واحد إنه يقتل الزاني المحصن يقتل، لكن قالوا يغير الحد من الرجم إلى القتل بالشنق. أولا لا بد أن يعلم يا أخواننا، لا بد أن يعلم أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يتعقب، ما في إنسان بيتعقب على الله، وما في حد عنده الحق أن يعقب على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال تبارك وتعالى في سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فشوف أصلا ما في حد عنده الحق أن يعقب على الله سبحانه وتعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن تعرف من الأول إنه ما في إنسان عنده الحق يجي يقول ربنا قال كده ونحن دارين كده. وتأكد أن من اعتقد إنه حكم من أحكام الله عز وجل لا يليق بهذا الزمان، نقول لك في الزمن ده ما بليغ نعمل كده، افترض نغيره شوية عشان الزمن يتغير. من اعتقد أن حكما من أحكام الله عز وجل ما يليق بهذا الزمان أو بهذا المكان، فتأكد أن هذا خرج من الملة الإسلامية، ده بر الدين. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما حكم وقضى هو أعلم بخلقه، قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لاحظ ختام الآية قال لك وهو اللطيف، اللطيف هو العالم بدقائق الأشياء. تما تقول لي دي حاجات جديدة جات، ما في جديد، ربنا لطيف، لطيف يعني يعلم بدقائق الأمور، وخبير بأحوال الناس في القديم وفي الحديث، ربنا الخبير. شفت كيف؟ دي مسألة أولى يا أخوانا. مسألة ثانية: حد الرجم من ناحية الثبوت بتاعته، من ناحية الثبوت ثبت بالسنة وثبت بالقرآن، ثابت وبالإجماع. والمناظرة اللي دارت بين محمد مصطفى وبين أبو بكر عبد الرازق بتاع الشعبي كانت مناظرة فاشلة بكل المقاييس، من ناحية إنه أولا أبو بكر عبد الرازق شعبي تابع للترابي ينكر حد الرجم، محمد مصطفى بيثبت حد الرجم، لكن كان ضعيفا في المناظرة، ضعيف، خدت كتب قدامه ما قادر يثبت بها بالكتب اللي قدامه دي، والكتب فيها الحجة
ما قادر يثبت حتى الرجم ويناقش ذلك الرجل. من ناحية ثبوت الحد هو ثابت، ما فيه نقاش كثير. يعني لو جبت حديث جابر فقط، بس حديث جابر بن عبد الله قال أن رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا، وكان محصنا، محصنا يعني متزوج، كان محصن، اعترف على نفسه بالزنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. شوف الحديث ده تاني بعد ما في نقاش، بعد يبقى في أمر مهم، وده اللي استحوذ على أغلب فهمته، على أغلب وقت المناظرة، إنه في حقيقة مهمة، الشعبي ينكر السنة من كيرا كلها. زي ده انت ما بتجي تناقشه تقول لي واخرج البخاري، وبينكر البخاري ذاته، واخرج الطيالسي، الطيالسي منه وبينكره ذاته، فهمت كلامي؟ عشان كده يا اخواننا في مناقشة الرجل ده اصله هي اثبات الحكم الشرعي، بيثبت بحديث واحد صحيح؟ ثبت الحكم الشرعي خلاص، ثاني ما في نقاش. ما تجي تقول لي لا وحد الرجم لا لا حد الرجم ثابت، دار يجي يقول لك عنده شبهات تانية، الشبهات أنا بناقشها لك بسرعة وإن كان الزمن ضيق. لكن الرجل مفترض يناقش في إثبات السنة ذاتها، سنة ثابتة ولا ما ثابتة؟ أنكر السنة بآية من القرآن، يا ناس في آية من القرآن بتنكر السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مبلغ، قال هو يبلغ عن الله. أها مبلغ معناه شنو؟ قال ربنا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال إن عليك إلا البلاغ. نعم النبي مبلغ، ما مختلفين في المعلومة دي، لكن يبقى السؤال يبلغ شنو؟ مبلغ أي، لكن يبلغ شنو؟ هل ببلغ القرآن فقط ولا بلغ القرآن وبلغ السنة؟ نحن متفقين معك إنه مبلغ، لكن اختلافنا في فهم مبلغ. نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ويبلغ السنة، لأن السنة وحي من عند الله. الدليل في سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى، خد بالك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. شوف أي شعبي طويل قصير، فوق الأرض ولا تحت الأرض، نحن بنسألك سؤال واحد. الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له نزلنا لك ذكر، ذكر شان تبين به ما نزل إليهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده كلام ببين به كلام ثاني، وريني الكلام الببين به ياتو وببين به شنو؟ لابد تقول اثنين، ما كنت أقول له واحد. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، دين اثنين، في حاجة ربنا نزلها انت دار تبينها، وفي شيء ربنا نزله لك تبين بيه. اذا دار اثنين، فهمت؟ ما في حلل الا تقول ربنا نزل له السنة شان يبين بها ما اجمل في القرآن، ويبقى كده موضوعنا معك استقام. والآية دي استدل بها علماء السلف كابن المبارك، واستدل بها ابن حزم وابن القيم والشيخ الألباني على حجية السنة بنص القرآن. وشوف انت لك ولا زمانك لو ناقشت واحد من الشعبيين بنكر حد الرجم ولا بنكر علامات الساعة ولا بنكر عذاب القبر، ويجي يقول لك الديني دليل من القرآن على انه في عذاب قبر، ما تناقشه في عذاب القبر. ليه؟ لأنه كلامه ده بيتضمن إنكار السنة، وإنكار السنة يا ناس أكبر من إنكار عذاب القبر. ده إنكار السنة جد، إنكار السنة بيتضمن إنكار أربعة من أركان الإسلام. الإسلام أركانه خمسة، بتنكر أربعة منها، لأنه لو جيت قلت لي الصلاة من أركان الإسلام، بتصلي كيف أنت؟ أنت بتتوضى ولا بتصلي ساي؟ الوضوء ده بتتوضى كيف؟ وريني لك قبال ما تخش الصلاة ذات وتكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد، قبال ده كله، يتتوضى كيف انت؟ ما بتقدر إلا بالسنة. الشعب البليد بيقول له يا أخي السنة عندنا الصحيحة هي ما وافقت القرآن،
وافقت القرآن؟ طيب في أحكام في الدين الإسلامي فالقرآن ماف دي بتوزين لي بشنو؟ بل في من السنة ما ينسخ آيات من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هنا الآية دي فيها الوصية لمنو؟ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمنو؟ للوالدين والأقربين بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قال لا وصية لوارث. الوالدين وارثين ولا ما وارثين؟ الوالد مش برز؟ تقدر توصي لوالدك؟ أتحداك كم شخص الغارون بتاعك الشغال هنا ده؟ قول لهم أنا والله وصيت بالبيت ده لأبوي. أبوك وارث؟ أيوة ما عنده وصية. لا وصية لوارث. والآية في السنة نسخت ما في القرآن. فهمت الكلام ده؟ عشان كده يبقى في أحكام في السنة في القرآن ما في. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله يعني في الاحتجاج مش في الفضل. القرآن في الفضل أعظم. السنة في الفضل ما كالقرآن. لكن في الاحتجاج واحد. أوتيت القرآن ومثله معه. ألا لا يحل الحمار الأهلي. ده حرم النبي صلى الله عليه وسلم. أتحداك جيب لي في القرآن تحريمه. ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد حتى يستغني صاحبها عنها. دي أحكام كلها وردت في السنة فالقرآن ماف. أحلت لنا ميتتان. دي في السنة ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. دي في السنة. مش حلال في السنة تأكل كبدة تلقى الشعب يصف يأكل كبدة ويأكل سمك. فهمت كلامي؟ لكن لما نجي يقرأ في القرآن انت بتقرأ في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة. الميتة حرام والسمك حلال بالسنة. الميتة حرام والسمك ميتة. ولا انت السمكة بتاكلها حية ولا بتطبحها؟ حرمت عليكم الميتة والدم. الكبدة دي دم ولا ما دم؟ ما لدرت تقول لها الكبدة دي كمان زلابية دم. والميتة ولحم الخنزير في سورة الأنعام كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ده حرام في القرآن. وإنت بتأكل لسه هنا المطاعم دي كلها يقول لك كبدة وشية وبيض بالطوة. دي مطاعمنا كلها كل البلاد الإسلامية شية وكبدة بالطوة وكبدة بشنو ما عارف فوق حلال. إحنا كدولة إسلامية ده حلال عندنا وده في القرآن حرام. لكن ده السنة هنا ناسخة لما جاء من الأحكام في القرآن. عشان كده أي شعب بلف وبدور وده ينكر السنة يتنجم في السنة. أول حاجة يتنجم في موضوع إنه السنة ثابتة. ثابتة السنة ولا يستقيم الدين الإسلامي إلا بالسنة. والله تعرف أسأل قلت لي بس. وطبعا واحد بليد يجي يقول لك لا ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب أنت قاله يا تودة ده أنت قال القرآن. الكتاب ده اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب ده اللوح المحفوظ. يقول لك لا اي حكم موجود في القران كذاب. ما اي حكم موجود في القران نصا كده ده اي حكم موجود في القران ما في. واحد من مشايخنا زمان داري ناصر واحد من الجماعه ديل قام قال له النبي عنده نسوان ولا ما عنده؟ زوجات عنده ولا ما عنده؟ طبعا داك يتمحن بقى بيتلفت. اكن قال ما عنده اقرب زول عامي سايب يطق بنعال. يقول انت بليد ما بتعرف السيده عائشه؟ لما زوجة الرسول السيدة خديجة وانت بتغني بها وغنوا في الروضة زمان والسيدة خديجة ومنو زمان ما أيضا العارفة. أكن قال فيه أقول لي جيب لي من القرآن. ما بتقدر تنكرها. وشوف الشعب من غبائه بينكر السنة بقول لك يخدم الإسناد. جاء فلان حدثنا عن فلان عن فلان. أيوة وانت هسه دينك ده جبته من وين؟ الدين اللي عندك ده صح ولا غلط؟ ده جبته من وين انت؟ انت الرسول لقيته؟ لقيت النبي؟ ما لقيته. طلعت السماء وخاطبت المولى عز وجل؟ لا. طيب ده جاك من وين؟ ذاته ده جاك من وين؟ فالنهاية اقول لك والله قالوا القرآن ذاته جاك كيف؟ ثبت بشنو القرآن؟ القرآن ثبت برضه بنقل عن فلان
عن فلان عن فلان. عشان كده انت ما عندك حيلة الا تقول لي والله انا بثبتها، تقول لي لا لا ما دي قاعده في كتاب. اسال واحد منهم تقول له انت الفهم ده فهم منه، وبل في المناظره ذاك ذاته ابو بكر عبد الرازق لما قال له يا اخي انكار السنه، قال له ما انكر ابو زهره. ابو زهره؟ زهره دمي؟ ابو زهره بتاع شنو؟ وابو زهره ده قابلك انت ولا ده عمك؟ ابو زهره ده لقيت وين انت؟ عشان تعرف الشعبيين ده الناس مخهم ضارب وما عندهم موازين. الترابي لما نجي للحاجه اللي بتمشي مع مزاجه يستدل لك بحديث ام ورقه. ام ورقه دي انت لقيتها وين؟ والرواه منو؟ وليه روى حديث ام ورقه كان صادق؟ والبروي حديث رضاع الكبير كاذب، والبروي حديث الذبابه كاذب، والبروي حديث الرجمي كاذب، لكن البروي الحديث بتاع اللي هم فاهمينه غلط طبعا. فاهمينه غلط، يبقى صادق شان روى حديث بينفع معاهم. ويبقى بل ممكن ينجروا حديث من مخه والنبي ذاته ما قالوا، يجي يقول لك النظافه من الايمان، ده الرواه مناسة جبتوه من وين ذاته؟ ما عندهم موازين، موازين كلها مقلبه، وبالتالي الشبهات بتاعتهم شبهات تعبانه. فهمت؟ جاء اخر شبهه قالها وانا اختم بها، قال النبي عليه الصلاه والسلام، اقصد الايه اللي فيها العقوبه بتاعت الزاني المحصن، قال ربنا قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات الغافلات، ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال بعد شويه لما جل الأمة قال فاذا احصنا، يعني الأمة لو احصنت اذا تزوجت، فإذا أحصنا قال فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أما عليها نص العذاب. وهناك قال المحصنة معناها المتزوجة، والمتزوجة قال دي ما دام عليها النص، نص دي نص بتاعها ما ممكن يكون نص الرجم لأنه ديك عليها الرجم، ما ممكن يكون نص الرجم، إذا الرجم ما في لأنه دي بدها نص العذاب. ودي ده عبارة عن معادلة مبنية على الغلط أصلا، مبنية على تفسير شنو؟ إنه عنده المحصنة في أول الآية معناها شنو؟ معناها المتزوجة. والمحصنة هنا ما معناها المتزوجة، المحصنة هنا معناها العفيفة. كويس؟ المحصنة في الآية ما معناها المتزوجة، عشان تقول لي تثبت أول حاجة إنه ديك حد الرجم. لما نجي لتحت دي قالوا نص الفوق ذاك، نص الفوق، وهو بلاوي يثبت انه الفوق ذاك الرجم، بعد ذاك يجي يقول لك ده نص الفوق، اذا ده نص الرجم، اذا الرجم ما في لانه الرجم ما بينقسم على اثنين. ايوه، نقول لك المعادله دي غلط، لانه الفوق ذاك ما الرجم هو، الفوق ذاك 100 جلده. ولانه المقصوده هنا ما المقصوده المتزوجه، مقصوده العفيفه، المحصنه معناها العفيفه. لانه ربنا قال: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح، انتبه، ينكح معناه شنو؟ يتزوج، ان ينكح المحصنات. اها، معناه شنو؟ معناه المتزوجات، في زول بيتزوج له واحده متزوجه، معناه الحره العفيفه، الحره العفيفه. طيب الحره العفيفه لو زنت عقوبتها شنو؟ تجلد 100 جلده. طيب لما نجي تحت يتكلم لك عن الأمة، قال فإذا أحصنا، أحصنا هنا بخلاف الإحصان الفوق، الإحصان الفوق معناه والعفة تكون حرة، أما الإحصان هنا فإذا أحصنا يعني تزوجنا، تزوجنا، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات، المقصودات فوق المتزوجات أو العفيفات. وفي اللغة العربية يا اخوانا ولغة القرآن الكلام ده موجود، الكلمة الواحدة بتجي في نص واحد هنا بمعنى وهنا بمعنى، موجود ولا موجود في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويوم تقوم الساعة. ساعة هنا معناها شنو؟ القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة الثانية معناها شنو؟ ساعة الزمنية. شفت الاختلاف؟ ساعة الأولى معناها القيامة، ساعة ثانية معناها
معناها الساعة الزمنية. وده اجي ناس وما بيعرف لغة عربية هنا عندها معنى هنا. يا أخي الفنانين بيعرفوا، خلي ده الفنان بيعرفوا. ده قال أنا دمعي جاري وسببي جاري، يا ريته يعلم قال بالبي شنو جاري. هنا جاري جاري جاري، وأي واحدة بمعنى برا، ما رأيك شنو؟ فالنص الواحد بتكون فيه كم كلمة واحدة تتكرر في النص، وأي واحدة بمعنى. عشان كده عندنا المحصنات فوق الحرة العفيفة، المحصنات تحت المزوجات، فعليهن نصف ما على المحصنات. الفوق ديلك عليهم 100 جلدة، ديل علينا النصف عليهم 50 جلدة. ما في أي حاجة شوفها انتهت على كده. إن شاء الله نكمل النقاش الموضوع ده المرة الجاية. السلام. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.